كيف أصل إلى درجة التوكل على الله جل وعلا؟ طيب، أولا قضية الاستعانة، قد أشار جماعة من الأئمة، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم أيضا شيخه وهو شيخ الإسلام بن تيمية الله يرحمهم جميعا، قد أشاروا جميعا إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الاستعانة جزء من التوكل، بمعنى أن التوكل أعم والاستعانة جزء منها. فمن كان مستعينا بالله جل وعلا فهو من جملة المتوكلين على الله تبارك وتعالى. ابن القيم الله يرحمه في مدارج السالكين، في المدارج، لما جاء إلى منزلة التوكل قال هي منزلة ما زالت معمورة بالسائرين، وليس أحد إلا وقد توكل على الله، الإنس والجن والمؤمن والكافر، حتى البهائم، حتى الوحوش والطيور والسباع، فليس أحد إلا وقد توكل على الله تبارك وتعالى، إما اختيارا وإما اضطرارا. القضية المهمة أيها الأحبة، قبل الحديث عن التوكل على الله، أن لا تجرب ربك، بمعنى أن يكون في قلبك صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن الله سيعطيك وسيهبك وسيدفع عنك ما أهمك وسيكفيك ما أحزنك، هذا قطعي. أن تثق بما عند الله أكثر مما تثق بما في تحت يدك، يا سلام، هذه مقام من العبودية، وقطع العلائق عن الخلائق، وعدم الاستشراف لما في أيدي الناس، وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. أبعطيكم موقف في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، هذا الموقف العجيب جدا. حيوة بن شريح وهو أحد الفقهاء العلماء الكبار كان ينفق في سبيل الله، يعني ينفق يتصدق، فيعوضه الله جل وعلا بمثل ما أنفق، يعني قاعد يقدم مثلا 1000 ريال، الله يعطي 1000، يعوضه الله جل وعلا. فبلغ ذلك ابن عم له إنه والله فلان يتصدق والله جل وعلا يعوضه. طيب الآن حصل على غنيمة الدنيا وغنيمة الآخرة، الله يعطي أجر ويعطي أجر الدنيا أيضا، وهو المال الذي سيعوضه به. فبلغ ذلك ابن عم له، فأصبح يصنع كما صنع من؟ حيوة، ولكن الله لا يعوضه. شوف، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، قلبك هو محل نظر الرب جل وعلا. الرجل يبحث عن العوض ما وجد شيء، يبغى يناظر ما هو السر الذي عند حي وليس هو عنده، ما هو المضخ الأكبر الذي جعل العوض من الله يصل إلى هذا المخلوق ولا يصل إليه. فجاء إلى ابن عمه يشكي له. شوف عاد الجواب الذي ملؤه الإيمان واليقين والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وصدق الله جاء إليه جل وعز. فقال له حيوة، أنت تعطي ربك تجربة، تجرب، وأنا أعطي ربي بيقين. قل أنت قاعد تجرب صح؟ أنت جالس تجرب، أنا ما بجالس أجرب، أنا أعطي الله جل وعلا وأنا مستيقن أن الله سيعوضان وسيخلف علي خيرا في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى هو الغفور الشكور. لذلك أيها الأحبة، ابن تيمية عنده قاعدة في جميع العبادات، قاعدة عظيمة جدا وبديعة جدا، يقول إذا لم تجد حلاوة العبادة ولذة العبادة وبهاء العبادة وحسن العبادة، إذا قاعد تصلي وتزكي وتتصدق وتتوكل وتفوض أمرك إلى الله ولا تشعر بحلاوة في قلبك، فراجع نفسك. ليش؟ قال فإن الله غفور، فإن الله شكور، الله يجازيك على عملك بالإحسان والفضل والخير والعطاء والتوفيق والبركة. طيب، إذن قبل أن ندخل في هذا الباب، حذريك أن تجرب الله، حذريك أن تجرب ربك حتى لا تخذل من خالقك، حذريك، بل ليكن في قلبك من صدق اللجأ والاعتماد وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والاعتماد إليه ما يملأ قلبك، ما يملأ قلبك، فتكون الحياة تتصبصب عليك من خير الله الذي يملأ يومك وليلك ونهارك وكل لحظات عمرك حتى تلقى الله. ولذلك شوف تعبير الأئمة للتوكل، التوكل ليس فقط أن تسير في الأرض طلبا للرزق، هذا مو بهذا التوكل فقط، وإن كان هذا جزء وثمرة من ثمراته. التوكل ليس فقط أنه إذا أصابك المرض أصبحت في قلبك اللجأ إلى الله في هذه الجزئية، وإن كان هذا جزء، توكل أعم وأعظم. ابن القيم في المدارج يقول عن الإمام أحمد، التوكل عمل القلب، يعني هو قلب يطير إلى الله، هو قلب متعلق بالله غاية التعلق، حبا وتعظيما ورجاء وطمعا بما عند الله ورغبة ورهبة وسيرا إلى ربه وإقبالا على خالقه، هو قلب لا يرى إلا الله والدار الآخرة. ولذلك يقول الإمام أحمد، قال هو عمل القلب، يعني ترى ليس التوكل أن تتحدث به في لسانك فحسب،
وأن يقوم في جوارحك. لا، والتوكل ذلك الفقر، تلك العبادة التي أصبحت وضاءة ومشرقة، ذلك اللبوس الذي ألبسه الله فؤادك، وأنت تطمع بما عند الله فيما تخاف وفيما ترجو وفيما تحب، وتستدفع بربك تبارك وتعالى فيما ترهب. يا سلام، يا سلام على هذه المقامات التي يشعر العبد أنه يتوكل على الله جل وعلا في كل لحظات عمره. ولذلك في زاد المسير لابن الجوزي الله يرحمه يقول ابن عباس، كيف يعرف التوكل ابن عباس؟ توقعون وش ابن عباس الذي علمه النبي أو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: اللهم علمه الكتاب، هذا ترجمان القرآن وحبر الأمة. كيف يعبر عن التوكل؟ ماذا يفهم ابن عباس من كونك أن تكون متوكلا على الله تبارك وتعالى؟ يقول ابن عباس: تلك العبارة التي تكاد أن تضيء من غير زيت، قال: هي الثقة بالله. تدريش معنى الثقة بالله؟ أتفقه ما معنى أن تكون واثقا بربك؟ أنا أعي ماذا يعني أن نكون متوكلون على الله جل وعلا. غاية التوكل والثقة تفيض من صدوري. أتعرف ماذا يعني أن تكون معتمدا على الله واثقا به طامعا بما عنده؟ بمعنى ذلك أنه كلما زادت عليك الدنيا مضائق، أو كلما زادت عليك الدنيا يعني رهبة، أو كلما زادت مطامعك ومطالبك وعلت رغباتك، معنى ذلك أن تكون واثقا أن الله سيعطيك وسيهبك وسيمنحك وسيوفقك وسيعطيك تبارك وتعالى ما يدهشك. أيها الحبة، أن تكون واثقا بالله بشيء، الله سيعطيك أشياء. أن تكون متوكلا على الله في حاجة، الله سينزل عليك حاجات. أن تكون متوكلا على الله تبارك وتعالى في أمر، الله سيهب لك أمورا وسيهيئ لك تبارك وتعالى أشياء وأشياء. أن تكون معتمدا على ربك أن تصل إلى مطالبك وغاياتك، أنت تريد مطلبا، الله سيعطيك مطالب وغايات ومرامات كبيرة وقمم عالية وهامات ستسكنها بإذن الله، وستتربى على عروش المجد ما تتكلت على ربك. ولذلك أيها الحبة، أن تكون واثق بالله في كل شيء، في رزقك، في هدايتك، في طعامك، في شرابك، في لباسك، في يومك، في ليلتك، في أسرتك، في دابتك، في كل لحظات عمرك. أن تكون واثق بالله جل وعلا وقد انقطع قلبك عن كل أحد إلا الله. يقول ابن تيمية الله يرحمه، يقول: الخلق أهون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم. كذا الخلق. قال ابن تيمية: والناس ولو احتجت إليهم بقطرة ماء نقص قدرك عندهم. كذا الناس، وأنا واحد من هؤلاء الناس. ولذلك شوف، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام جالس يعلم ابن عباس أمهات المقاصد، يقول: احفظ الله يحفظك، تجده تجاهك، كما جاء عند الترمذي: إذا سألت فسأل الله، استعنت فاستعن بالله. ابن عباس، أنت عندك غايات، عندك مطالب، عندك مرامات، عندك أهداف، عندك نبل، عندك قيم، عندك مبادئ، أطلبها من الله وحده لا شريك له حتى يعطيك ربك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله العظيم، شوف تأمل، أصحاب النجاح وأصحاب الأهداف، إذا لم تكن أهدافهم متوكل فيها على الله تسقط. أصحاب القمم إذا كان سعيهم بعيدا عن الاعتماد على الله وطلب التوفيق من والثبات من لدن سبحانه وتعالى، تذبل تلك الأهداف وتلك القمم ترحل. لكن أصحاب التوكل على الله تبارك وتعالى هم الذين يذلل الله لهم السبل ويهيئ لهم الأسباب. يا سلام، يا سلام. أتدرك أن الله ألان الحديد لعبد؟ تعي شوف عظمة الله، وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ليش ما نتوكل؟ أنا أفقه أن الله جعل الريح تجري لعبده أو بأمر عبده رخان حيث أصاب. أندرك أن الله جل وعلا جعل البحر ينزل ثم كان طريقا يبس لأجل كلمة: كلا إن معي ربي سيهدين، وغيرها كثير. أنت لما تنظر إلى صنع الله في عباده، سيدهشك الله بعطائه وصنعه بخلقه سبحانه وتعالى، والله غفور شكور. ولذلك أيها الحبة، شوف الملحظ الكبير، الملحظ المهم جدا في هذا الشأن، أن يكون في كل شؤونك مطلبك من الله في كل ما تطلب من عند الله. ذكر ابن القيم الله يرحمه في المدارج، وأيضا ابن رجب في لطائف المعارف، أن موسى قال لرب: تعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها. يا رب، أنا عندي حاجات بس مستحي منك، هي من أمور الدنيا. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى سلني شسع نعلكم من حاجينتك. شفت شسع النعل؟ سل إياه.
شفت ملح الطعام ملح العجينة؟ سل الله إياه، سل الله إياه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب معلقا: وكان بعض السلف يسأل الله شسع النعل وملح العجينة. هذه مقامات، مقامات من العبودية عالية جدا. أنا كيف أحقق هذه المقامات؟ كيف أصل إلى هذه الغايات والمطالب والمرامات؟ أنا كيف أصل إلى هذه الدرجات؟ ابن القيم الله يرحمه يبين لك في طريق الهجرتين كيف يصل العبد إلى هذه الدرجة. واحد، أعظم سبب يوصلك أن تكون قوي التوكل على الله، عظيم الاعتماد عليه، كبير تفويض الأمر إليه جل وعلا، أن تكون بحق مؤمنا. كيف؟ على قدر إيمانك، على قدر ما يكون توكلك. ولذلك الله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول المقيم: على قدر الإيمان يكون التوكل، من ضعف إيمان ضعف توكله، من قوي إيمان قوي توكله، من عظم يقين عظم توكله، من ضعف يقين ضعف توكله. ولا بد، ولذلك من لا توكل له لا إيمان له كما يقول ابن القيم. نحن المضخ الأكبر لنجاحاتنا في هذه الحياة شيء واحد، والله العظيم هو أحد المضخات الكبار، أحد المضخات التي تجعلنا نلبس ثياب الإنجاز ونسعى في مرامنا بكل يسر وسهولة، واحد. أعظمها وأكبرها وأجلها أن تكون متوكل على الله جل وعلا فيما تسير في إليه مما تطلب من مال أو رزق أو ولد أو زواج أو بيت أو وظيفة أو علم أو فضل، كل شيء كل شيء. ولذلك الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله يحب عبادة التوكل. شفت هذه العبادة التي يفيض بها صدرك؟ الله يحب أن تكون فيك، الله يحب أن تلبس ثياب الاعتماد عليه جل وعلا. ولذلك أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يبين لك من حديث أبي هريرة، يبين لك تلك القيم التي عند المؤمن القوي، يبين لك أحد المرامات العظام عند أصحاب القمم والأهداف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك أحد الأركان القوية جدا لأصحاب الإنجازات والأهداف. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. شوف، مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، احرص على ما ينفعك. طيب كيف أصل إلى ما ينفعني؟ استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تستسلم، استعن بالله ولا تيأس، توكل على الله وامضي ولا تلتفت، فإن الله جل وعلا لن يخيب أملك. ولذلك يقول ابن تيمية الله يرحمه، شوف، قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ودكتير مطمئن القلب، ساكن الفؤاد، عظيم الإيمان، لا تخشى أحدا إلا الله، عليك أن تصحح قلبك. شوف أن تصحح قلبك من أن يكون أحد في فؤادك أعظم من الله، أبدا. ولذلك قال الإمام أحمد الله يرحمه: لو صححت لم تخف أحدا. يعني أنت إذا صححت قلبك فإنك لن تخاف ساحرا، ولن يرهبك كاهنا، ولن يؤذيك جان، ولن يتسلط عليك أحد حتى يأذن الله تبارك وتعالى، إما بعين أو سحر أو حسد. ولذلك العبد كلما استشعر مثل هذه الأشياء كلما عظم الله جل وعلا في قلبه، وزاد توكل على الله وإيمان، وزاد إيمانه بربه سبحانه وتعالى، وأصبح دائما وأبدا يلجأ إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك أحد المعطيات الكبار في يد 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في الصحيحين من حديث عمران، فقال لما ذكر أوصافهم: وعلى ربهم يتوكلون. هو يتوكل على الله، أحد المعطيات الكبار التي كانت عند الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، والتوكل على الله جل وعلا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال إبراهيم، أو قال ابن عباس كما جاء في البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شوف، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من حسبنا الله ولدت وأخرجت، من حسبنا الله جاءت تلك النتائج الكبار. لإبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لمحمد عليه الصلاة والسلام والصحابة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، تجمعتم وجئتم من كل حدب وصوب، والله لن تصيبوا محمد حتى إذن الله الذي في السماء. الله أكبر، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، فما أعظم الله وأجله. ولذلك أيها الأحبة، شوف يعقوب لما قال لأولاده: لا تدخلوا من باب واحد،
وادخلوا من أبواب متفرقة، كما ذكر هذا ابن جرير في تفسيره، وذكر هذا أيضا يعني غير واحد من أئمة التفسير الله يرحمهم، بأن وقد ذكر هذا جماعة من أئمة التفسير أن يعقوب إنما قال هذا يعني لا تدخلون من باب واحد كلكم، تفرقوا خوفا على أولادي من العين. لما دلهم على السبب نبأهم أن الحفظ الأكبر من الله، وإن فعلتم الأسباب فإن الأسباب إنما هي أسباب والله بيد كل شيء، ولذلك قال لهم إن الحكم إلا لله عليه توكلت. شوفوا يا أولاد عليه توكلت، ترى أنا قلت لكم افعلوا الأسباب، لكن حذريك أن يغيب عن قلبك أن تعتمد على الله حتى وإن كنت في بطن السبب وفي رحم تلك الأسباب. طيب أنا ما أريد أطول عليكم ولا أن أكثر عليكم، أنا بعطيكم بس اليوم شيئين، لماذا أو عفوا يعني سأعطيكم جانبين من ثمار من توكل على الله، بس اثنين وإن كانت الثمار كبيرة جدا، يعني بس أنا سأعطيكم بس شيئين. والله يا إخواني يعني وأنت تقرأ في 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 يعني جوانب التوكل على الله تبارك وتعالى تندهش، ستشعر أنت أنه كلما فتح الله لك باب التوكل فإن الله جل وعلا قد جمع لك خير الدنيا من أوسع من 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 كل ناحية، وقد أدخلك تبارك وتعالى التوفيق من أوسع أبوابه، وقد هيأ لك المجد والله العظيم في دينك وفي دنياك وفي كل شؤونك. واحد اليوم تسر كثير من الناس خايف من السحر، من العين، من الحسد، السحر العين الحسد، السحر العين الحسد، اليوم أصبح هذا هو هاجس كثير من الناس، حتى أن اليوم تجد الواحد يبكي ليله ونهار، أنا مسحور، أنا معيون، أنا محسود، أنا في 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 في، وإن كان هذا حق وموجود، لكن والله أعظم ما يدفع عنك هذا الجان وأعين الحساد وتلك الأرواح الخبيثة توكلك على الله. وقد ذكر ابن القيم الله يرحمه في بدائع الفوائد أنه من الأسباب أو من السبب الرابع من الأسباب التي تدفع عن الإنسان هذه الأمراض الروحية التوكل على الله، بل ذكر ابن القيم أنه والله الذي لا إله غيره لن يصل عدوه، لن يصل عدوه إلى مراده منه ما دام متوكل على الله أبد، السحر والعين والحسد وا 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 وا. وإن أذت فهي بمنزلة أذى الحر والبرد والعطش والظمأ والجوع، أما تلك الأشياء التي يريدها الحاسد والساحر والكاهن والشياطين منك أن يصلوا إليها وأنت متوكل على الله، والله ما أحد يستطيع. الله لما ذكر السحر ماذا قال؟ قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا سلام حينما نكون فعلا متوكلون على الله جل وعلا غاية التوكل، وأن نستدفع تلك الأوجاع والهموم والغموم والأحزان والأذى من تلك الأرواح الشيطانية بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاعتماد على الله جل وعلا، بتفويض الأمر إلى الله جل وعلا. فما ظنكم برب العالمين حينما تتوكل على الله؟ إن كنت تريد من الله أن يدفع عنك عينا أو حسدا أو سحرا فإن الله سيدفع عنك ما أهمك وما أبكاك من عين أو سحر أو فقر أو وجع أو مرض، والله غفور شكور، هذا ربنا. فما ظنكم برب العالمين؟ هو علي هين، الله أكبر، هذا الله سبحانه وتعالى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، شوف يعني أنت تلوذ بالله فيما تؤمله وتستعيذ بالله فيما تحذره. ولذلك سبحان الله العظيم ابن تيمية الله يرحمه لما جاء في مجموع الفتاوى وذكر هذا المعنى، أنه من الناس من يشفى كيف؟ من الناس من يشفى من دون طب ولا علاج، وإن كان الطب والعلاج أمران مطلوبان. بماذا؟ قال بحسن التوكل على الله، حسن التوكل قوة القلب، بالتوكل على الله تبارك وتعالى وقوة القلب. وأنا سأعطيك نموذج، اقرأ كما جاء في البخاري وغيره كيف استدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أذى السحر عليه الصلاة والسلام، وما هو الداء وما هو العلاج الأكبر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطبب به في تلك المرحلة التي مر بها عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما سيمر عليك من مرض أو أمراض روحية أو حسية أو مضائق في هذه الدنيا من فقر أو أي شيء، أولادك، ذريتك، كل هذا ستستدفعه بالتوكل على الله. يا أخي جرب التوكل على الله، أشعر نفسك أنك بحاجة إلى الله في كل لحظات عمرك،
وأن غناك وقوتك وصحتك وأولادك وبيتك وأسرتك لا يغنوك عنك من الله شيء أبدا، وأنك محتاج إلى الله، وأنه كلما زاد عليك عطاء الله كلما زدت أنت فقرا وذلا وانكسارا لربك. سبحان الله وبحمده، ردد ليلك ونهارك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون. أنت راغب إلى ربك، أنت ترغب ما عند ربك، يدعوننا رهبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. يا أخي أنت تلبس ثياب التوكل في كل لحظات عمرك. ولذلك أيها الحبة، شوف بس شيء واحد بس، أنت حينما تتوكل على الله في كل أوجاعك أو مطالبك شيء واحد تخيل تفوز به، إن الله يحب المتوكلين. أنت إذا أحبك الله ماذا سيعطيك؟ أنت إذا أنزل الله عليك رضوانه ماذا سيصيبك؟ أنت إذا وفقت أن تفوز بحب الله أي خير سيصلك؟ شيء سيدهشك الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله، هو الله سبحانه وبحمد لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.